فازت فرنسا بكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها عام 1998 في ملعب بمنطقة سان دوني في الضواحي الفرنسية، وبفضل هداف من أصول مهاجرة هو زين الدين زيدان، وهذا له رمزية معنوية مهمة. ولكن في الوقت نفسه عام 2001 توقفت مباراة فرنسا ضد الجزائر نتيجة لتدخل مشجعين فرنسيين من أصول جزائرية ضد الفريق الفرنسي، وأطلقوا صيحات الاستهزاء والسخرية من النشيد الوطني الفرنسي، وهذا ما دفع للتساؤل عن الاحترام الذي يكنونه لبلدهم فرنسا ولنشيدها. وتبدو كرة القدم هنا مرآة لتحولات المجتمع الفرنسي. Les footballeurs adhèrent tous au même projet. Je constate que les joueurs des autres équipes chantent leur hymne national de grand cœur et à pleine voix. Alors je constate que la plupart des joueurs de l'équipe de France ne le chantent pas ou ne visiblement ne le savent pas. La guerre d'Algérie a été un puissant facteur. حرب الجزائر أحيت اليمين المتطرف الذي تراجع بعد الحرب العالمية الثانية التي شهدت خسارة كل من النازية في ألمانيا ونظام فيشي في فرنسا. استغل اليمين المتطرف رافضي قرار الجنرال دوغول باستقلال الجزائر، فأسس منظمة الجيش السري التي ارتكبت أعمال عنف في كل من فرنسا والجزائر. أعداد المرتبطين بقضية الجزائر في فرنسا كبيرة، من بينهم الأقدام السوداء، أي الفرنسيون الذين عاشوا في الجزائر لأجيال وتركوا بعد استقلالها كل ما لديهم هناك حتى قبور موتاهم، وعادوا لفرنسا في ظروف معيشية صعبة. وهناك الحركي الذين حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي، وهناك المهاجرون الجزائريون الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية لاحقاً. في الثمانينات صعد حزب الجبهة الوطنية معتمداً على كاريزما رئيسه الذي قاتل في الجزائر وهو جون ماري لوبين.